صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرج علي امتى. انا نوران، لاول مره تشوفوني، وبعمل فيديوز عن اللبس المستعمل، عن الوكاله، عن الابسايكلينج، عن الرسمه، عن الهدوم والفضه والستايلينج وحاجات كده. فلو انتوا مهتمين بالمحتوى ده ممكن تعملوا سبسكرايب، وممكن تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم يعني، وكومنت طبعا للحاجات اللي عايزين تشوفوها حابين اعملها، وطبعا تنسوش جرس التنبيهات عشان يقول لكم كل بنزل فيديو. اوكي، فيديو النهارده هنعمل ابسايكلينج لثلاث حاجات عندي في الدولاب. هنبدا بالسهل قوي وبعدين هنبتدي نخش في الاصعب. اول حاجه هي ممكن تبقى حاجه باينه او واضحه يعني بالنسبه لكم، بس مش عارفه قلت يمكن الناس ما تاخدش بالها من حاجه زي كده. يا جماعه الزراير بجد بتغير في شكل الحاجه، انتوا مش متخيلين. يعني مثلا غير البليزر اللي انا لابساه ده، انا رسمته وكان فاضي، رسمته وغيرت الزراير بتاعته. فعلا الزراير بتغير شكل اللبس تماما. القميص ده عامه هو انا عجبني عشان الخامه بتاعته كانت زي انتوا شايفين مكرمش قوي، حكوي يعني. الزراير بتاعته كانت بلاستيك كده ولونها بينك فاقع، ما عجبتنيش، واشتريت له زراير صدف هركبها وهنشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هو حاجه سيمبل قوي قوي وكلنا ممكن نعملها، وممكن طبعا تشتروا زراير من كل شيء او النمراسي او الحاجات دي، عندهم زراير خطيره، خشب، صدف، كل حاجه ممكن تخيلوها يعني. تاني حاجه هنعملها ابسايكلينج هي حاجه اصعب، هي بنطلون رسم عليه رسمه انا كان نفسي فيها من زمان، وانا ماليش في الموضه يعني، مش قصدي ماليش في الموضه، لو انتوا بتتابعوني هتعرفوا ان انا مش اللي هو ايه بعض ادور ايه الموضه والبسها وكده، مش بيفرق معايا. وخصوصا كمان ان الموضه الحاجات بشوفها على كل الناس، يعني كل الناس تبقى تلبس الهدوم دي وانا ما بحبش كده، بحب ابقى لابسه لبس مختلف يعني. بس البنطلون ده بالذات مش عارفه ليه مش عايز يخرج من دماغي، نفسي اعمله لنفسي. هو سهل عامه، نفسي اعمله لنفسي جدا والبسه، مش مهم بقى موضه ولا مش موضه، 100,000 حد لبسه غريب ولا مش غريب، انا بحبه جدا يعني. البنطلون اللي هو بتاع البرنت البقره ده هحط لكم صورته هنا، هو منتشر قوي قوي، اكتر كمان انتشار بره. وانا قررت اظبط البنطلون ده وهرسم عليه البرنت بتاع في البقره. ماشي، تالت حاجه بقى ودي الاهم، هي بقى في ريت الصعوبه هي اصعب حاجه. التوب ده انا كنت مفصلاه بارت اوف سيت، يعني توب وبنطلون كنت مفصلاه حاجه لفرح يعني، والقماش بتاعه حلو جدا، بس بصراحه الحته اللي تحت دي بلين قوي، و لما اتفصلت الصراحه لما انا اديت للست اللي هي بتفصل لي الصوره كانت دي منفوشه شويه، فهي كده شكلها بلين قوي، ولما اتنفذت ما كانتش مش عجباني. فعشان انا كمان بلبس التوب والبنطلون كل حاجه لوحدها في مناسبات غير من ان هما مع بعض يعني، انا ما بقتش احب البسهم مع بعض، بقيت احب البس التوب لوحده والبنطلون لوحده. فقررت ارسم حاجه مثلا واطرز على الحته اللي هي البلين دي. فعامه هنشوف ممكن نعمل ايه فيه. يلا بينا. زي ما قلت لكم الزراير بجد يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن نعملها ونغير بيها الشكل الهدوم كلها. انتوا مش متخيلين قد ايه حاجه بسيطه زي دي ممكن تغير شكل القميص او الجاكيت او اي حاجه انتوا بتغيروا لها الزراير بس. فجبت الزراير دي من كل شيء وحوريكم دلوقتي، هختار زراير الصدف كده وهعمل بيها القميص. دي كانت الزراير البشعه البلاستيك اللي كانت في القميص، والحاجتين دول برضو شلتهم، ودي الزراير الصدف الحلوه اللي انا جبتها من كل شيء. الكليبس اللي جايه دي ملهاش اي لازمه يعني، اكيد انتم مش هتبقوا عايزيني اعلمكم ازاي تثبتوا زراير، هي حاجه بسيطه جدا بس كان عاجبني جو الكليب والاضاءه وكده، فيعني قولولي ان انتم استمتعتوا بيها قولولي. وده شكل القميص لما خلص، بجد هو فرق جدا جدا يعني. عامه الحاجات الطبيعيه الخشب والصدف والحاجات دي بتدي شكل اقيم واحلى كتير، وهوريكم بقى وانا لابساه دلوقتي. من صغري
نيجي بقى على البنطلون الابيض اللي قلت لكم هعمل فيه البرنت بتاعت البقره. ما تقلقوش، هو الفيديو ده هيكون سريع، بس انا عامله اوريدي فيديو كامل عن ازاي نرسم على الهدوم بانواع الالوان بالتولز بكل حاجه، فلو حابين تتفرجوا على الفيديو ده ممكن احطه لكم كده على جنب عشان تتفرجوا عليه. بس انا الاول بدات كده بالتباشير وحاطه قدامي على اللابتوب برنت بتاعت البقره وبحاول يعني ارسمها كده. هي طبعا برنت عشوائيه، فما تقلقوش من الموضوع ده ان انتوا تخلوا الرسمه بيرفكت، هي مش محتاجه تبقى بيرفكت خالص. فيعني انجوي، يعني استمتعوا ان ترسموا الرسمه دي. نيجي بقى على نوع الالوان. دي الوان جديده، الوان قماش جبتها من مكتبه الوان عشان الناس اللي كانت بتسالني لو كنت جربتها ولا لا. هي ارخص من بابيو اللي هي عاده انا بستخدمها، فقلت يعني استخدمها المره دي عشان اشوف كده هل هي فعلا تستاهل ولا اي كلام. بس هي بصراحه ما عجبتنيش عشان نبقى صراحه كده. هي ارخص من بابيو وهي ظريفه مش وحشه، بس الاسود لما نشف حسيته باهت شويه، وكمان القوام بتاعها ما كانش حلو زي بابيو. بس مش مشكله، كل ده ما كانش في مشكله قد البهتان. البهتان ما عجبنيش قوي. بس هي دي بقى الفاينل ريزلتس، وقولوا لي لو عجبكم البنطلون. هو مختلف قوي بجد، بس هو يعني حلو فن، يعني ممكن تكرهوه او ممكن تحبوه. نيجي بقى على اخر توب اللي هو التوب الاخضر الاخير اللي قلت لكم هيبقى اصعب واحد. انا فكرت في الشكل اللي هو التنين الصيني ده، غالبا انا كنت بتفرج على مولان، مش متاكده، بس حسيته لايق قوي مع الديزاين. فدي برضو طريقه حلوه قوي لنقل الديزاين. انا برضو قلت لكم عليها بالتفصيل في الفيديو التاني بتاع ازاي نرسم على الهدوم. بس فشفيت الديزاين كده زي ما انتم شايفين من على اللابتوب. وبعدين دلوقتي جه القرار اللي هو انا هحط الديزاين فين بالظبط. فبفرد التوب كده زي ما انتم شايفين، وهجيب الورق الشفاف ده وهقعد احطه كده قدامي على التوب نفسه. انا عارفه الحته دي مش باينه، بس ما تقلقوش، هجيب دلوقتي فيو من فوق هتشوفوا كل حاجه. مهم يعني بقعد اكرر كده واحط الورقتين دول، ابص ها الديزاين كده تمام ولا ايه، بس وقصتهم على قد ما اقدر عشان برضو يبقوا باينين. فعجبني المكانين دول اللي هو يمين وشمال، وكمان شفيت اتنين تنين مختلفين. مش بحب قوي السيمتريه، حسيت ده هيبقى شكله لطيف قوي يعني. وبعدين حطيت ورق كربون تحت وقعدت ادوس عليه كده عشان انقل التصميم. طبعا انتوا جيبوا كربون قماش، انا ده كربون عادي، كربون ورق. بس خلي بالكوا برضو الكربون الورق ده مش بيطلع خالص من القماش، عشان كده كربون القماش بيبقى اكتر ضمان ان انتوا لو دوستوا عليه مش هيحصل اي حاجه. بس انا طبعا كسوله ومش بيفرق معايا فبستخدم الكربون اللي هو العادي بتاع الورق. بس بعد ما اخترت الالوان بقى قررت اعمل بالاسود اللي فيه جليتر ده ارسم الاوتلاين. برضو ما كنتش مقرره انا هرسم بالظبط بتفاصيل ولا مش بتفاصيل، قررت وانا بشتغل يعني الاوتلاين الاول، وبعد كده هقرر بقى هعمل بعد كده. وبعدين اخترت اللون الاخضر ده عشان املى كل الاوتلاين اللي جوه، وعجبني شكله برضو عشان كان لايق على الورد اللي هو فوق الدانتيل اللي في التوب. وده شكله مش نهائي لان عملت حاجات تانية عليه هتشوفوا دلوقتي. قلت هعمل تطريز كده بسيط عليه بالخرز. الخرز ده كله جايباه من كل شيء، الكيس تقريبا مش فاكره بكام، 5 جنيه باين حاجه كده. المهم كل دي اوبشنز خرز مختلفه، الوانها عجباني خرز وترتر. بس في الاخر استخدمت الاخضر الفاتح والاخضر الغامق، بس استبعدت الباقي. بس ودي شكلها قبل ما يعني انا لسه هكمل يعني في حبه تحت، بس قلت اوريكم شكلها كده في الاضاءه
عجبتني جدا بصراحة، يعني عجبني شكل جدا. و انا ما حبيتش اصور قوي في الفيديو التفاصيل، لان هي سهل قوي، مفيش حاجة. هو بس انا بحط الخرز زي الزراير كده، بحط الخرز وبثبته، يعني غرزة تحت غرزة فوق. وده شكل التوب لما خلص. يعني عشان اكون صريحة معاكو، انا عجبني الشغل جدا جدا، يعني حتى اداني افكار ان انا اعمل فستان سواري سادة خالص واطرزه انا وارسمه، بس الستايل بتاع التوب نفسه مش عاجبني قوي. فمش عارفة اعمل فيه ايه، يعني بفكر اقصه خالص، اقص الحتة دي والحتة اللي هي فيها الرسمة دي هستفيد بيها. بس يعني انا ما اتضايقتش خالص ان انا عملت فيه الشغل ده، وفي الاخر ما عجبنيش التوب. يعني عادي، احنا بنتعلم. بس برضو قولولي رأيكم تحت في الكومنتس، هبقى اعرف رأيكم. كده خلصنا. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبكم عايزين منه يعني فيرجنز تانية، قولولي تحت ان انتوا حابين اكمل في الفيديوز اللي هي الابسايكلينج دي. وقولولي تحت برضو في التعليقات ايه اكتر بيس عملتها النهاردة عجبتكم، او ايه اكتر فكرة حسيتوها مختلفة وعجبتكم ممكن تلبسوها. بس وشكرا جدا جدا ان انتوا بتتابعوني، وشكرا قوي على الدعم. ويلا اشوفكم مرة تانية. باي باي. Uh-huh.